السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي المتعلمات، أعزائي المتعلمين، اليوم سوف نتعرف على درس آخر وهو حل المسائل، والدرس رقم 36. إذن أول مسألة: اشترى ياسين مزواة وبركارا ومنجرة وأعطى للتاجر ورقة مالية من فئة 50 درهم، احسب ثمن البركار، علما أن التاجر رد مبلغ 35 درهم على ياسين. إذا كما تلاحظون في المشتريات لدينا بركار ولدينا بركار ولدينا مزواة ولدينا منجرة ولدينا منقلة. إذا كما تلاحظون في المشتريات هناك مزواة وبركار ومنجرة، بينما المنقلة لم تذكر، إذن فهي معطى زائد في هذا التمرين، إذن سوف لن نستعملها عند حسابنا. إذن ماذا أعطى ياسين لهذا الكتب؟ أعطاه ورقة من فئة 50 درهما، وماذا رد عليه؟ رد عليه 35 درهما. إذن المبلغ الذي اشترى به ياسين، المبلغ الذي اشترى به ياسين هو، والعملية هي 50 درهم ناقص 35 درهم تساوي 15 درهما. إذن هذا هو المبلغ الذي اشترى به ياسين هذه المشتريات، يعني المزواة والبركار والمنجرة. إذن نمر إلى تتمة المسألة. في المرحلة الثانية سوف نحسب ثمن المشتريات والذي هو 15. الآن الأدوات التي اشتراها ياسين ونعرف ثمنها، يعني ثمن المنجرة وثمن المزواة. إذن ثمن المنجرة والمزواة هو كما نلاحظ 5.90 زائد 2.80 تساوي 8.7 درهم. إذن هذا ثمن المنجرة والمزواة. بعدها لمعرفة ثمن البركار هو ثمن المشتريات ناقص ثمن هاتين البضاعتين اللتين اشتراهما. إذن ثمن كما هو مطلوب، ما هو ثمن البركار؟ ثمن البركار هو 15 درهما ناقص 8.7، إذن ثمن المشتريات ناقص ثمن المنجرة والمزواة يساوي 6.3 درهم، ونكون قد أجبنا عن هذه المسألة. ونمر إلى مسألة موالية. المسألة الموالية: اقرأ النص جيدا. تنقل شاحنة 48 خروفا، احسب كتلة الخروف الواحد إذا علمت أن كتلتها الإجمالية بحمولتها هي 5000 كيلوغرام، وأن كتلتها فارغة هي 1640 كيلوغرام. إذن المطلوب هنا في هذه المسألة هو حساب كتلة الخروف الواحد، ولكن قبل حساب كتلة الخروف الواحد لدينا في هذا المعطى أن الكتلة الإجمالية بحمولتها، يعني الشاحنة وما تحمله من خرفان، فهو 5000 كيلوغرام، بينما كتلة الشاحنة بدون خرفان هو 1640 كيلوغرام. إذن كتلة الخرفان كتلة 48 خروفا هي
ماذا؟ هي 5000 يعني الكتلة الإجمالية ناقص كتلة الشاحنة وهي فارغة، ونحصل على 3360 كيلوغرام. بعدها سوف نحسب ثمن، عفوا، كتلة الخروف الواحد، كتلة الخروف الواحد. يعني هذه الكتلة هي كتلة كم؟ كتلة 48 خروفا. إذا سوف نقسم على هذه الخرفان، وذلك بقسمة العدد 3360 على 48، فنحصل على 70. ماذا؟ 70 كيلوغرام. إذا هذا هو كتلة، هذه هي عفوا كتلة الخروف الواحد. نمر بعد ذلك إلى المسألة الموالية. يبلغ عمر محمد 1/3 أو تلت عمر أبيه البالغ من العمر 30 سنة، فما هو عمر محمد؟ إذن كما تلاحظون في هذه المسألة أعداد كسرية، عدد كسري، لأننا تطرقنا في الدروس السابقة إلى درس الأعداد الكسرية. إذن يبلغ عمر محمد وثلث عمر أبيه الذي هو 30 سنة. إذن لمعرفة عمر محمد، إذن نكتب عمر محمد هو، نأخذ عمر الأب ونضربه في العدد الكسري فقط 1/3، وكما رأينا 1 قسمة 3. سوف نقوم بإنجاز العملية ولكن بما درسناه في درس الأعداد الكسرية. 30 هي 3/10 في 1/3، بعدها نختزل 3 مع 3 ونحصل على 10/1 هي 10 على لا شيء. إذن ماذا سوف نكتب؟ لا نكتب 0 وإنما نكتب 1، وعشرة قسمة 1 تساوي 10. إذن هذا هو عمر الأب، عفوا عمر محمد. كما تلاحظون فعشرة هي ثلث العدد 30، يعني 30 هي ماذا؟ 10 + 10 + 10. إذن كم من مرة؟ 10، 3 مرات. فعمر محمد فقط هو 10، يعني 1/3. نمر بعد ذلك إلى المسألة الموالية. اشترت فاطمة 77 قلما، 3/7 منها حمراء. احسب عدد الأقلام الحمراء وعدد الأقلام غير الحمراء. إذن الأقلام التي اشترتها فاطمة كما تلاحظون هي 77 قلما، 3/7 منها حمراء. إذن سوف نحسب عدد الأقلام الحمراء، وعدد الأقلام الحمراء نأخذ العدد الإجمالي الذي هو 77 ضرب العدد الكسري 3/7. إما أن نحسب 77/3 وبعدها نقسم على 7، أو نطبق ما درسناه في الأعداد الكسرية. 77 هي 7/11 × 3، وفي المقام 7، وبعدها نختزل 7 مع 7 ونحصل في البسط 11/3 هي 33/1، و33/1 هي 33. إذن هذا هو عدد الأقلام الحمراء. يمكن أن نحسب الأقلام الغير حمراء بطريقتين، إما باستعمال الأعداد الكسرية أو باستعمال الطرح فقط. إذن عدد الأقلام غير
غير الحمراء هو العدد الإجمالي هو 77 ناقص 33 تساوي عند الطرح سوف نحصل على 44. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نستعمل درس الأعداد الكسرية، ما درسناه في الأعداد الكسرية. إذن الأقلام كلها هي واحد، تمثل المجموع كاملا يساوي واحد. نطرح منه 3 على 7، وبعدها سوف نغير أو نكتب العدد واحد على شكل 1 على 1 ناقص 3 على 7، ثم نضرب هذا البسط والمقام في مقام الثاني، والبسط ومقام العدد الكسري الثاني في مقام الأول، أو كما قلنا في الدرس السابق عندما يكون لدينا رقم واحد فنكتب حسب المقام الثاني وهو 7 على 7، وعند قسمة 7 على 7 سوف نحصل على 1. وبعدها نطرح 7 على 7، المقام 1 وناقص 3 على 7، المقام 1 هو 7 و4 7 ناقص 3 هي 4. بعدها سوف نكتب في هذا المكان في الآلة الأقلام الحمراء هي 77 ضرب 4 على 7، ونستعمل الأعداد الكسرية. 77 كما قلنا هي 7 ضرب 11 في 4 على 7، ونختزل ب7 مع 7 فنحصل على 11 ضرب 4 هي 44 على 1، ثم 44 على 1 هي 44، وهي نفس النتيجة التي حصلنا عليها في الطريقة الأولى. نمر بعد ذلك إلى المثال الآخر. وزع أب على أبنائه 3 مبلغا من المال قدره 10,000 درهم، فأخذ الأول 1/2 يعني النصف من المبلغ، وأخذ الثاني 2/5 أو الخمسين من المبلغ، وأخذ الثالث ما تبقى، أحسب حصة كل واحد منهما. إذن كما تلاحظون هذا الأب وزع على 3 من أبنائه مبلغ 10,000 درهم، فأخذ الأول 1/2 من المبلغ. إذن نكتب المبلغ الذي حصل عليه الأول، المبلغ الذي حصل عليه الابن الأول هو ماذا؟ إذا المبلغ هو 10,000 درهم، فنضربها في العدد الكسري الذي هو 1/2 تساوي، إذا نضرب 10 في 1 هي 10,000، عفوا ليس 10 وإنما 10,000/2، ويمكن قسمة 10,000/2 فنحصل على 5,000 درهم. إذن هذا هو المبلغ الذي حصل عليه الأول. نمر بعد ذلك إلى حساب المبلغ الذي حصل عليه الولد أو الابن الثاني. إذن نمسح هذا الوطاء. إذن المبلغ الذي حصل عليه الابن الثاني هو، إذن نفس المبلغ هو 10,000 درهم ضرب العدد الكسري 2/5. إذن نقوم بضرب أو بالتفكيك، إذن 10,000، فنلاحظ فقط أن 10 من مضاعفة 5، إذن 10 هي 2 أو 5 عفوا، نكتب 5 مكان 2، 5
ضرب ماذا؟ ضرب الفان. إذن 5 × 2 هي 10، يعني آلاف، 10 آلاف، وأصفار الآلاف تبقى كما هي. ضرب 2، وفي المقام نكتب 5، ونختزل ب5 مع 5، فنحصل على 2000 × 2 هي 4000، ولم يتبقى شيء في المقام فنكتب 1، وأربعة آلاف قسمة 1 تساوي 4000 درهم. إذن هذا هو المبلغ الذي حصل عليه الابن الثاني. بينما بالنسبة للابن الثالث سوف نبحث عن المبلغ الذي حصل عليه. إذن نمر إلى الابن الثالث. الابن الثالث، المبلغ الذي حصل عليه الابن الثالث هو ماذا؟ إذن كما رأينا أن المبلغ الذي حصل عليه الابن الأول هو 5000، والابن الثاني حصل على 4000، إذن زائد 4000، نجمع المبلغين فنحصل على 9000. إذن المبلغ الذي حصل عليه الأول والثاني. بعدها نأخذ المبلغ الإجمالي 10000 ناقص ما حصل عليه الابن الأول والثاني 9000، فنحصل على 1000 درهم. درهم درهم. هذه هي الطريقة الأولى، لكن يوجد طريقة أخرى باستعمال الأعداد الكسرية سوف نراها الآن. كما تعلمون أن الابن الأول حصل على 1 على 2، والابن الثاني حصل على 2 على 5. إذن سوف نقوم بتوحيد المقام. إذن 1 على 2، 1 ضرب 5 هي 5، و2 ضرب 5 هي 10، زائد 2 ضرب 2 2، و5 ضرب 2 هي 10، أي بضرب البسط والمقام في المقام العدد الكسري الثاني، وبسط ومقام العدد الكسري الثاني في المقام الأول. بعدها نحصل على المقام الموحد وهو 10، و5 زائد 2 تساوي 7. بعد ذلك لدينا مبلغ، وهذا فقط العدد الكسري الذي يمثل ما حصل عليه الابن الأول والثاني. عفوا، هنا ليس 2 ضرب 2 تساوي 4 وليس 2. إذن ونحصل على 5 زائد 4 تساوي 9، إذن 9 على 10. إذن نستسمح عن هذا الخطأ، عدم الانتباه إليه. إذن بعد ذلك حصلنا على 9 على 10. المبلغ كله إجمالا بأكمله هو 1 ناقص 9 على 10، إذن أي شيء كامل فهو يمثل 1. إذن 1 كما قلنا سوف نكتبها على دائما نلاحظ المقام العدد الكسري الآخر، فنكتبها على شكل 10 على 10 ناقص 9 على 10. فنلاحظ المقام الموحد هو 10، ثم 10 ناقص 9 تساوي 1 على 10. إذن هذا هو العدد الكسري الذي حصل عليه المبلغ بشكل عدد كسري الذي حصل عليه الابن الثاني. إذن سوف نمر إلى المرحلة الموالية، وهي بضرب العدد 10000، يعني المبلغ الإجمالي، ضرب 1 على 10، ونكتب 10000. إذن هنا نلاحظ 10 وهنا 10000، إذن هي 10000 هي 10 ضرب 1000، وفي المقام لدينا 10. إذن وهنا
لقد نسينا ضرب واحد، نكتبها ونختزل بعشرة مع عشرة، وبعدها ألف ضرب واحد هي ألف على واحد، وألف على واحد هو ألف، يعني نفس النتيجة التي حصلنا عليها في الطريقة الأولى. إذن كما تلاحظون أنهينا هذا التمرين. سوف أضع لكم تمرين آخر، ولكن سوف أكتبه على السبورة لكي نستفيد أكثر من هذه التمارين. التمرين هو على الشكل التالي: عمر أب وابنه 96 سنة، والفرق بين عمريهما هو 24 سنة. إذن أوجد عمر كل واحد منهما. كيف ذلك؟ إذن هناك عدة طرق للإجابة عن هذا التمرين. سوف نتكلم عن طريقة اليوم، وهي إذن كم لدينا من شخص؟ لدينا الأب والابن، وعمرهما معا هو 96، والفرق بينهما، ويمكن أن نجد في تمرين آخر أن الأب أكبر من الابن ب 24 سنة، أو والابن يصغر الأب ب 24 سنة، يعني دائما نتكلم عن الفرق. إذن للإجابة عن هذه المسألة، نأخذ المجموع الذي هو 96 ونقسمها على 2، وعند إنجاز العملية سوف نحصل على 48، وكذلك الفرق بينهما 24 نقسمها هي الأخرى على 2 ونحصل على 12. عمره، وبعد أن نكتب عمر الأب، هو مجموع العددين 48 زائد 12، فالمجموع هو 60. بعدها عمر الابن هو الفرق بين العددين 48 ناقص أو طرح 12، فنحصل على 36. للتأكد من أن جوابنا صحيح، إذن كما قلنا عمر الأب هو 66 سنة وعمر الابن هو 36 سنة، كما ذكر في المسألة أن عمر الأب والابن يعني معا هو 96، إذن 60 زائد 36 للتأكد، 0 زائد 6 6، و 6 زائد 3 9، إذن المجموع صحيح. للتأكد أكثر، فالفرق بينهما يعني طرح 0 ناقص 6 يمكن أستلف وأرد السلف، 10 ناقص 6 4، و 6 ناقص 4 2، إذن الفرق كذلك 24. إذن أعزائي المتعلمين، عزيزاتي المتعلمات، نكون قد أنهينا اليوم درسنا في حل المسائل، وإلى درس لاحق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.